بسم الله الرحمن الرحيم. كثيرات التي يؤمن بأن الحجاب ليس بفرض، ولكن لو تأملنا قليلا نجد أن الكون كله يتحجب. الكرة الأرضية عليها غلاف، والثمار الندية عليها غلاف، والسيف يحفظ داخل غمدة، والقلم بدون غطاء يجف حبرة وتنعدم فائدته ويلقى تحت الأقدام لأنه فقد الغطاء. ترى لماذا تغلف بناتنا كتبهن ودفاترهن إلا لحمايتها؟ والمرأة زهرة جميلة الكل يأتهي أن يقطفها، فلا بد أن نحميها بالحجاب. والتفاحة لو نزعت قشرتها أو تركتها فسدت، والموز لو نزع قشرة انقلب أسود. الكون كله يتحجب. سبحان الله. ما شاء الله ما شاء الله.